بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كنا بالميقات والله وصلنا الكعبة الشريفة، وهاي العمرة اليوم المرحوم أحمد محمد الشيخ عبد القادر بن حليمة رحمه الله، آنسه الله، عوضه الله الجنة، اللهم ارشديه واجعلها نورا تتلألأ بين يديه. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. بسم الله والله أكبر، بسم الله والله أكبر، بسم الله والله أكبر. لبس طواف إن شاء الله، اللهم ارشديه واجعلها نورا تهتأل بين يديه. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. اللهم اغفر له وارحمه، اللهم اغفر له وارحمه، اللهم بر التراب وسير حساب ويسر حسابه يا رب العالمين. اللهم بسم الله والله أكبر، اللهم تجاوب عن سيئاته يا رب العالمين، اللهم زد في حسناته، اللهم زد في حسناته يا رب العالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. اللهم اغفر له وارحمه يا رحيم، اللهم رد ترابه، اللهم اسر حسابه، اللهم اجعل جنة مأواه يا رب العالمين. اللهم اغفر له واجعلها نورا تتلألأ بين يديه. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. اللهم اصله بماء الثلج والبرد، ونقيه من خطايا كما نقى الثوب من الدنس. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين، وانت ارحم الراحمين. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين، وانت ارحم الراحمين. لا اله الا انت سبحانك إني كنت من الظالمين، وأنت أرحم الراحمين. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. نرجو من الله القبول، نرجو من الله القبول. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.